أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله. قتل حسن نصر الله، فهل كان بطل مقاوم أم مجرم حرب؟ ولد حسن بعام 1960 بأحد الأحياء الشيعية ببيروت. بعام 1975 انضم لجماعة أمل الشيعية اللي كان هدفها حماية الوجود الشيعي أثناء الحرب الأهلية ضد باقي المكونات بمن فيهم المقاومة الفلسطينية. بعد سنتين سافر للنجف للتعلم وتأثر بأفكار الخميني. رجع للبنان وبعام 1981 سافر لإيران والتقى بالخميني ورجع بعدها كممثل عن الخميني بلبنان. وبعام 1985 أسس الحرس الثوري الإيراني حزب الله في لبنان برئاسة صبحي الطفيلي، وانتقل حسن من حركة أمل للحزب الجديد، ولكنه انتقل للعيش بإيران كممثل لحزب الله في إيران. تمكن بهي المدة من هضم تعاليم ولاية الفقيه وقوى علاقاته مع النخبة السياسية والعسكرية فيها. بعام 1991 عزل الطفيلي بسبب رغبته باستقلال شيعة لبنان وقتالهم بشكل مستقل عن القرار الإيراني، يعني تخلص من التبعية لإيران، وعين مكانه عباس الموسوي. ورجع حسن لمساندته كالرجل الثاني بالحزب بعد ما تشبع من السياسة الإيرانية. بنفس العام اغتال الموساد الموسوي وتم تعيين حسن مكانه، رغم انه كان بعمر 32 فقط، ورغم افتقاره للتعليم الديني اللي بأهله لهذا المنصب من منظور رجال الدين الشيعة. بهي الأثناء انتهت الحرب الأهلية وتم توقيع اتفاق الطائف، إلا أنه حزب الله رفض تسليم سلاحه بحجة قتال إسرائيل، رغم أنه الاتفاق كان بينص على إبقاء السلاح بأيدي الجيش اللي رح يتشكل من كل الطوائف وانتشاره على الحدود مع إسرائيل. بعدها دخل الحياة السياسية رغم أنه كان يعتبر نفسه حركة مقاومة وحصل على 8 مقاعد بالبرلمان. نفس الوقت كانت إيران عم تمد الحزب بالدعم المالي، الأمر اللي جعله يستميل شيعة لبنان في وقت كانت شعبيته بأوساطه محدودة. تم هذا الشيء من خلال توفير الخدمات الاجتماعية اللازمة والمساعدات المادية بعد الخروج من الحرب استمرت 15 سنة. بعام 2000 انسحبت إسرائيل من المناطق اللي احتلتها بجنوب لبنان بسبب استمرار عمليات الحزب ضدها بدعم إيراني مستمر. استغل الحزب هذا الأمر بشرعان تسلحه داخل لبنان، بل وزيادة سيطرته وانتشاره وإسكات خصومه السياسيين بقوة السلاح. وبعام 2005 تم اغتيال رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السني اللي وقف بوجه سيطرة جيش النظام السوري والحزب على لبنان. تم توجيه أصابع الاتهام لبشار الأسد وحسن بعملية الاغتيال، وخرجت مظاهرات عارمة ببيروت أدت لانسحاب جيش بشار الأسد من لبنان. بعدها ومع استمرار توجيه التهم للحزب بالاغتيال، نفذ بعام 2006 عملية على الحدود مع إسرائيل أدت لمقتل جندي من الاحتلال وأسر جنديين. ردت إسرائيل بهجوم استمر ل 33 يوم قتلت فيها 1200 لبناني، وكان الهدف منها القضاء على الحزب ولكنها فشلت، الأمر اللي جعل الحزب يخرج بمظهر المنتصر ويكتسب شعبية بالوطن العربي كله كونه آخر من يقاتل إسرائيل، وطويت صفحة الاغتيال أمام النصر المؤقت. استغل حسن هذا الشيء وبدأ يتوسع بحزبه داخل لبنان بشكل غير مسبوق، لحد وصف خصومه بأنه بنى دولة داخل الدولة وأصبح المتحكم بالاقتصاد وبأمن البلاد. لهيك بعام 2008 قررت الحكومة المنتخبة تفكيك نظام الاتصالات اللي كان يسيطر عليه الحزب وبناء نظام جديد تابع للدولة. رفض حسن هذا القرار ونشر ميليشياته بكل بيروت وهدد الدولة بقوة السلاح ومنع تطبيق القانون الجديد. ومن يبدأ معنا حربا ولو كان أبا أو أخا مش خصم سياسي من حقنا أن نواجهه بالدفاع عن أنفسنا. هيك استمرت معاركه مع الحكومة والسياسيين بلبنان بمن فيهم الموارنة والسنة والدروز، إلى أن بدأت الثورة بسوريا وكان الحزب من أوائل الداعمين لنظام بشار الأسد بقتل المتظاهرين والمدنيين بالسلاح والجنود. شارك إلى جانب النظام بمعارك مضايا والزبداني وبعدها بالخالدية وبابا عمرو والقصير اللي راح ضحيتها عشرات آلاف المدنيين. بعدها أعلن على لسان قائده دخول الحرب لجانب النظام بعام 2013 واتهم المتظاهرين بأنهم تكفيريين. إذا كان عندنا 100 مقاتل في سوريا حسيوا 200، وإذا كان عندنا 1000 مقاتل في سوريا حسيوا 2000، وإذا عندنا 5000 مقاتل في سوريا حسيوا 10000. وبدأ بعدها بالمشاركة بمعركة القصير بحمص، المعركة اللي شنت فيها قوات النظام وألاف العناصر من الحزب هجوم عنيف على المدينة الاستراتيجية على الحدود اللبنانية، تبعتها حملة قصف وحشية تسببت بواحدة من أسوأ المجازر بالعصر الحديث. استمرت المعركة 18 يوم استطاع فيها النظام والحزب استعادة السيطرة على المدينة بعد ما أبادوها وجعلوها ركام. واستمرت من هداك الوقت مشاركات الحزب بقيادة حسن بحرب النظام ضد السوريين وبالمجازر إلى اليوم، ولكن كانت لحظة سوريا اللحظة اللي جعلت الناس تعيد نظرها بمواقف الحزب وترجع تقرأ تاريخه بواقعية أكثر. داخليا بعام 2020 وقع انفجار بيروت وكان الحزب من الأطراف المتهمة بالتفجير، لذلك أوقف حسن التحقيق ومنع إكماله إلى اليوم.
بعام 2023 بعد بداية الحرب على القطاع بدأ الحزب بقصف بين الحين والآخر على مناطق بالشمال كمحاولة لإعادة الشرعية بالوجود على رأس القوة في لبنان وتحسين السمعة الخارجية اللي افتقدها من عام 2011. وهيك استمرت الأوضاع بالشمال حتى الشهر الماضي بعد ما بدأ الاحتلال بتنفيذ عدد كبير من الاغتيالات بأعضاء الحزب وقادته. بالمقابل عدم التصعيد من الحزب والصمت المطبق من إيران كان الموقف. وأخيرا بعد ما تم تصفية جميع رؤوس الحزب وصلت الاغتيالات لرأس الحزب نفسه حسن نصر الله بعد ما اغتاله الاحتلال بقصف على الضاحية الجنوبية ببيروت لتطوى صفحة شخصية من أكثر شخصيات جدلا بتاريخنا الحديث. فهل كان حسن نصر الله مقاوم مؤمن أم مجرم حرب متاجر بالقضايا العادلة؟